정말이야. 돈이. 에미 팬. 에미 팬. ظهرت النجمة إيمي سمير غانم في مجموعة لقطات مع زوجها الفنان حسن الرداد، وده في إطار مساندتها للعروض الخاصة لأحدث أعماله السينمائية تحت تهديد السلاح. وظهرت إيمي بوزن زائد ومرتدية ملابس فضفاضة، وفي أغلب اللقطات كانت بتحاول تداري نفسها، مرة بوقوفها ورا زوجها، ومرات كتيرة بحقيبة يدها التي تضعها حتى تخبئ منطقة البطن. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار تتحدث عن حمل الفنانة إيمي سمير غانم بأول طفل ليها من زوجها الفنان حسن الرداد، ولكن انتقد الكثير محاولة إخفائها الحمل. وعلق المتابعين: انت حامل وباين جدا، ممكن تفهمينا انت عايزة تخبي ليه؟ والكل أجمع إن الفنانة إيمي سمير غانم بتخاف من زمان من الحسد.